لا بكره ولا بعده. انا مش نازله ديت مع الكائن ده. ليه؟ هو مش مز ولا ايه؟ مز ايه؟ انت بتقولي ايه؟ راجل عادي يعني زي اي واحد. يا بنتي يا بنتي انت رفضتي ولا 5 عرسان السنه دي، هيقولوا عليكي بايره يا بايره. بس كلهم مش مناسبين. لا بس ده مناسب لان ده من مستواكي العلمي والاجتماعي وكل الحاجات الضيقه اللي انت بتقعدي تقوليها دي. ولا انت بقى بتتلككي عشان اسمه ما بيبداش بحرف الميم؟ يا ستي لو كده نبقى نقول له يا مولي. ايوه يا مولي. تاران تارا تارا. والله العظيم اطردكم الاوضه. تارا تارا بس تارا تارا تارا. ميم انت يا هي؟ انا عايز اسافر البعثه من غير ما نشغل بمشاغل الارتباط والقرف والخنقه دي. البعثه اللي بابي مش موافق عليها؟ هيوافق وهفضل ازن عليه لحد ما يوافق. منى منى حبيبتي دول موضوعين مالهمش اي علاقه ببعض. ميو بكره تكبري وتعرفي ان هما نفس الموضوع. لما تبقي ناجحه في شغلك مفيش راجل هيملى عينك بالسهل. بصي كده يا منى عشان نفهم من بعض وكده، انزلي اكنها خروجه عاديه وما تشيليش هم، وانا هجهز لك الاوتفيت والشوز والباج واعمل لك الميك اب كمان. انا بدات اتخنق منكم فانا هغير وانزل. اتفضلي.